بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. ناخذ الآية التالية. بل الذين، أي مع العلم، بل الذين أرطوا، بل الذين كفروا لبوليتيس لميكريون، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. يعني سو كونسنتري سور quelque chose qui est très nuisible pour eux et pour les autres. العزة الباطلة، c'est la revanche. أنا عزيزكم، أنا ربكم، أنا كذا. هذه عزة فرعونية، وكلا منها ما يؤذيه الكلاب الكرب اللي هو في عزة وشقاق، دائما هما في حرب على الإسلام. العزة الحقيقية يكون فيها يعني ربنا ولله العزة ولرسوله وللمؤمن، ولكن المنافقين لا يعلمون. إذا المنافقين عندهم سمة يكونوا لا يعلمون أن العزة لله، هو يعتبر روحهم أعزاء، ولهذا ربي ماهوش موجود عند الأمم مرة مرة، هو موجود حسب الظروف، موجود ومش موجود. والرب لله العزة ولرسوله المعصورة مثلوا في البيان، لله العزة ولرسوله، فعلا عزيز في قومه، حتى قبل البعث عزيز في قومه، كانوا دائما يستأمنوه، وكانوا يشهدونه قبل جهل من الإسلام، معناه اللي هو أمين، وهو لا يقول إلا الحق، الصادق الأمين. نعود إن شاء الله.